بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وطالباتي الأعزاء في قسم الهندسة وتكنولوجيا المعلومات. المحاضرة السابقة كنا تكلمنا عن البروتوكول and the protocol architecture and why we have to divide the communication task into subtasks. سميناها عملية اللايرينج to make it more efficient and reliable. طبعا الفانكشن للكوميونيكيشن فانكشنز او للكوميونيكيشن بروتوكول، طبعا حيكون عندنا عدة ايش فانكشنز. واي ذا كوميونيكيشن بروسيس اتفقنا انها somehow ايش كومبلكس، somehow كومبلكس. اوكي ماشي، ليش كومبلكس؟ لانه انا بعمل dealing with different types of hosts, different types of technology, underlying technology, physical technology, different types of communication channels, Wi-Fi, cabling system, كذلك different types of اللي هو network او heterogeneous network. فاذا I need اللي هو بروتوكول to regulate عملية اللي هو data exchange between اللي هو الهوست. أول حاجة اللي هي حاجة يسموها encapsulation. encapsulation that means إنه data and control information treated as a unit. يعني اتفقنا إنه الهول ميثود we break it to smaller pieces سميناها اللي هو packets، وكل packet هو عبارة contains على piece of of data هيعمل عليها adding لحاجة بسموها control information أو الهيدر للباكت. الهيدر زائد البيلود اللي هو من الهاير لاير treated as a unit، بيعمل له اللي هو current layer encapsulation وبيعمل له forwarding لا اللي هو للاور لاير. فطبعا as example عند السندر مثلا عند اللي هو السندر مثلا اللي هو الان زائد واحد بروتوكول لاير، على اساس انه كل قلنا اتفقنا كل لاير has its own services, has its own اللي هو convention and rules او خلينا نقول protocol. فاذا نعتبر انه السيرفيس نعتبر انه كل لاير له بروتوكول، كل لاير له بروتوكول. طبعا وظيفة الكرنت لاير اللي هو يعمل جنريشن لحاجة بسموها البي دي يو، وتكلمنا عن البي دي يو. البروتوكول داتا يونت هي عبارة عن الداتا زائد كنترول انفورميشن. فطبعا هيعملها فوروردينج اللي هي في هذه الحالة بيسموها سيرفيس داتا يونت. الكرنت لاير هيضيف عليها بروتوكول كنترول انفورميشن الخاصة فيه، هيضيفها لا اللي هو الـ SDU من الهاير لاير، هيعملها عملية انكابسوليشن اللي هو الـ SDU من الهاير لاير زائد البروتوكول كنترول انفورميشن للكرنت لاير، ويعملها فوروردينج لللاور لاير. اللاور لاير ايضا بيستلم الـ SDU من الهاير لاير اللي هي عبارة عن الكنترول انفورميشن زائد الـ SDU من الهاير لاير، وحيضيف عليها الكنترول انفورميشن الخاصة في الكرنت اللي هو لاير، وبيعملها عملية encapsulation. يعني encapsulation مقصود فيها treated as a unit، يعني الـ lower layer ما بيقدرش يفرق بين الـ data where the data started and where ended، إنما هو معني فقط في الـ protocol control information الخاصة في إيش اللي هو الخاصة في الـ current layer. يعني لاحظ إنه عند السندر دائما بتصير عملية adding للكنترول انفورميشن من الابليكيشن لاير للسيشن للبرزنتيشن لاير للسيشن لاير ترانسبورت لاير وهلم جرة الى ان نصل الى اللي هو الفيزيكال لاير. يعني each layer add information من higher الى ايش اللاور. عند الريسيفر فطبعا الكرنت لاير معني فقط في الكنترول انفورميشن اللي هو اضافه البير لاير،
اذا انت فاكرين المحاضره السابقه تكلمنا بير تو بير كوميونيكيشن، يعني كل لاير كوميونيكيت دايركت كانه في فيرتشوال باث بين البير لاير. فطبعا في هذه الحاله فقط هو حيعمل ريموف للكنترول انفورميشن الخاصه بالكرنت لاير ويعمل فوروردنج للاس دي يو. الاس دي يو هي عباره ايضا عباره عن كنترول انفورميشن وداتا من الهاير لاير، فهيعملها فوروردنج، فايضا هيقوم يعمل سبليت، هيعمل ريموف لمين؟ للكنترول انفورميشن ويعمل فوروردنج اللي هو لحاجه بسموها البي دي يو اللي للهاير لاير. هذه العمليه بنسميها ايش؟ انكابسوليشن. فانكابسوليشن اللي هو وظيفه احد وظائف البروتوكول، احد وظائف البروتوكول. اوكي، علاوة على ذلك انه الكمبيوتر نتوركس كور اللي هي عبارة عن a collection of devices infrastructure اللي هي intermediate system اللي وظيفتها فقط عملية forwarding مربوطة في cabling system في واي فاي في satellite في microwave whatever، دائما في عندها ratio للخطأ، ratio للخطأ. حتى يكون عندنا reliable communication فطبعا نحتاج لحاجة بسموها اللي هو ايرور كنترول، ايرور اللي هو كنترول. طبعا الايرور كنترول ان كيز اوف ايرور لابد يكون عندي الريسيفر يكون عنده الكابابيليتي لعملية اللي هو الديتكشن للايرور كويس، ويعمل ريكفر اللي هو اللي هو للبيت الايرور. طبعا دائما دائما ايضا مش دائما نقدر نعمل عمليه ايش 100% انه نركفر للبيت، فطبعا نحتاج لعمليه اللي هو غير اوردكشن ايرور كوركشن او ايرور كنترول. طبعا اللي هو السندر بيعمل عمليه اجين ريترانسميتنج اللي هو لللوس او الدمج فريمز او باكيتس او مسج سميها زي ما بدك، ولاحقا كيف بتتم العمليه عن طريق اللي هو اكنولجمنت انه الداتا وصلت عند الريسيفر بطريقه صحيحه. اوكي، علاوه على ذلك الفانكشن للبروتوكول فلو كنترول. فلو كنترول وي هاف ديفرنت تايبس اوف كوميونيكيشن لينكس، وي هاف ديفرنت تايبس اوف هوست. فطبعا يبقى انا في هذه الحاله حيكون عندي different type of transmission speed، different type يعني او different speed اللي هو في اللي هو في اللينكس. يعني معنى الكلام هذا we need a mechanism معينه to regulate the data flow from the sender to the receiver to avoid الكوليجين، تو افويد اللي هو الاوفر فلو. فطبعا في هذه الحاله مين اللي بيعمل بيتحكم بالسرعه؟ يفترض انه يكون الريسيفر انه يتحكم في سرعه نقل المعلومات على اساس انه السندر ما يعملش ترانسميت للداتا فاستر ذان ذا ريسيفر لعده اسباب، لانه الريسيفر نيد سام تايمز اللي هو تو بروسيس ذا فيديو ريسيفد باي ذا سندر. طبعا علاوه على ذلك انه ممكن يكون عندي ديستنيشن او ريسيفر هاز ليميتد بفر، فحتى يكون عند ما يصيرش اوفر فلو للبفر فبنحتاج لعمليه اللي هو ايش؟ كنترول فلو. كذلك ايضا انه يعني the destination may have to buffer incoming videos for retransmitting on the another IO board. فمثلا يكون عندي مثلا بريدج او سويتش، فطبعا دائما بحتاج الى انه يخزن يقرا العنوان او يعمل له forwarding ل other output device output link. فطبعا على اساس انه نعطيه وقت انه يكون يعمل enable to link the data to output اللي هو
ليك. از اكزامبل عند السندر نشرح كيف عمليه اللي هو الانكابسوليشن. زي ما حكيت سابقا انه في عندي مثلا الكرنت اللي هو لاير الان بروتوكول لاير، فطائما اي لاير حيكون في عنده اللي هو ابر لاير ولاور لاير. فاذا الان زائد واحد بروتوكول لاير هيعمل جنريشن لبي دي يو. البي دي يو ما هي اللي عباره عن كنترول انفورميشن زائد البيلود بالهاير لاير. فطبعا ذيس فورم للاندرلاينج لاير عباره عن اس دي يو، فالاس دي يو حيضيف عليها الان بروتوكول لاير الحالي، حيضيف عليها كنترول انفورميشن الخاصه فيه، ويعمل عمليه انكابسوليشن اند فوروردنج ات. لاحظ لمين؟ لاور لاير. فطبعا هذه البي سي اي البروتوكول كنترول انفورميشن والاس دي يو فور اس دي يو للاور لاير، وبدوره اللاور لاير حيضيف ايضا كنترول انفورميشن للي هو للاس دي يو، وبيعمل عمليه انكابسوليشن. هذا عند السندر. وات هابن at the side of the sender حتكون عملية عكسية تماما عند الريسيفر. فلاحظ مثلا حتيجي اللي هو الداتا دائما من عند الريسيفر من اللاور لاير الى الهاير لاير، واما عند السندر تأتي من الهاير لاير الى اللاور لاير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفانكشن احد الفانكشنز ايضا البروتوكول اللي هو سيجمنتيشن اند ريأسمبلي. وات از ذا مينينج اوف سيجمنتيشن؟ طبعا احنا بنعرف انه في عندي ديفرنت تايبس اوف نتوركس اند ديفرنت تايبس اوف سبيد ديفرنت تايبس اوف بافر كابابيلتي. فطبعا لازم يكون عند اللي هو الديفايس او الهوست الديفايس الانترميديت سيستم الكابابيلتي انه يعمل سيجمنتيشن للداتا. اذا كان عندي الداتا او الباكت اللي وصل او اكسيد ذا ماكسيمم سايز اوف ذا باكت، فمثلا عندك الاي تي ام لا يقبل الا 53 بايت ايتش باكت، طبعا لان بيقبل 1500 بايت. فإذا وصل مثلا من لان باكت 1500 بايت إلى ATM Network اللي هو حيقسمها إلى وهو يعمل حيقوم بعملية segmentation للي هو الباكت، يقسمها إلى باكت smaller pieces suitable لمين؟ للcurrent network. نفس الفكرة إنه الـ SDU حتقسم into two parts مثلا هنا أو three parts أو أربعة، لكن كل piece of information حيضاف عليها control information. control information بحيث انه يعمل encapsulation او يعمل generation لحاجة يسموها اللي هو ال PDU اللي هي عبارة عن protocol control information زائد ال SDU اللي سابقا شرحناها. فهذه العملية في بسبب الاختلاف اللي هو السرعات، بسبب اختلاف النتوركس تكنولوجي، وكل واحد له فورم معينة حجم اللي هو الماكسيمم داتا اللي هو يونت. طبعا هذا عند السندر. عند الريسيفر لازم يقوم بعملية عكسية، يعني يعمل ريأسمبلي للداتا بحيث انه يعمل ريموف للكنترول انفورميشن، ويعاود يعمل ايش دمج للاس دي يو بحيث تصل لايش للاوريجينال فورم اللي تم ارسالها من السندر. ايضا احد الفانكشنز للبروتوكول اللي هو السيرفيس اكسس بوينت بتوين اللايرز. احنا اتفقنا انه بتوين الادجسنت لاير in the same system في boundaries حدود clearness and each layer support services لمين؟ للhigher layer. فطبعا between adjacent layer حيكون عندي في هذه الحالة interfaces بحيث انه الhigher layer يعمل select لمين؟ لا اللي هو
لأي هيعمل سيلكت لأي أي اللي هو انترفيس بتوين اللي هو اللاير. فكل انترفيس سبورت سم سيرفيسز، في عندي كونكشن ليست، كونكشن اورينتد، ريليابل، تايمينج، ديلي، امور زي هذه. فطبعا فهو هيختار الابلكيشن، هتختار السيرفيسز اللي هو الخاصه بمين، في اللاور لاير، عن طريق حاجه بسموها الاكسس بوينت. الاكسس بوينت اللي هي بتكون بتوين اللي هو الادجسنت لاير، او بنسميها الساب. الساب المقصود فيها سيرفيس اكسس بوينت. فطبعا الابلكيشن هيختار احد انواع السيرفيسز اللي هو، وهيختار اللي هو السيرفيس اكسس بوينت اللي بتعمل سبورت لمين، للسيرفيس هذه. وهذه مثلا في اللي هو في التي سي بي تعرف بحاجه بسموها السوكت، تعرف بحاجه بسموها ايش، السوكت. طبعا السوكت مرقمه ب 2 اس 16، يعني في عندك حوالي 64,000 سوكت. وطبعا اللي هو الويل نون مثلا سوكت زي الويب سوكت اللي هو البورت رقم 80 معروف بالنسبه لكم. فطبعا عشان تختار الويب بتختار اللي هو السيرفيس اكسس بوينت مثلا رقم 80 الخاصه في، او خلينا نقول السيرفيس اكسس بوينت، على اساس انه لور لاير سبورت سيرفيسز لمين، للهاير لاير، والهاير لاير بيعمل تشوز لمين في هذه الحالة، لا اللي هو لا سيوتابل سيرفيس اكسس بوينت. نأتي للنقطة التالية اللي هي كونكشن مانجمنت. في المحاضرة السابقة كنا تكلمنا عن اللي هو الباكت سويتشنج، وقلنا يعمل بطريقتين، اما كونكشن ليس او كونكشن اورينتد. ان كيس اوف كونكشن اورينتد ذا سندر ماست establish a route or a logical path between the sender والreceiver. فطبعا each time هيعمل request ل something من مثلا server، فطبعا السندر لازم each time يعمل اللي هو request ل new connection. بعض الأحيان، بعض الأحيان ممكن نسميه permanent، في عنا اللي هو persistent and not persistent اللي هو connection. فطبعا عملية مثلا many application communicate in the same system، فطبعا كل اللي هو application بتحتاج لعملية connection. فإذا we need a connection management to connect and release اللي هو logical path. على وجه ذلك to be able to reach every host worldwide we need addressing schemes، على اساس انه كل host وكذلك كل intermediate system must have worldwide and او خلينا نقول a unique address. a unique address فبنحتاج ل address scheme. طبعا هذه وظيفة ال IP version 4 وال IP version 6 اللي لاحقا حنتكلم عنهم. يعني معنى الكلام هذا انه كل اللي هو host او device intermediate system must have a unique number، على اساس انه نقدر نعمل connect معاه، ما يصيرش عندنا عملية duplication او misunderstanding. علاوة على ذلك انه تلاحظ انه الشبكة مثلا العالمية اللي هي الانترنت عبارة عن millions of paths، millions of devices infrastructure. فطبعا we need ميكانيزم معينة to search the next free path، to search the next free and shortest path على اساس انه الكوست. فطبعا في عنا عدة خوارزميات لعمليات اللي هو الراوتينج اللي ربما لاحقا حنتكلم عنها بالتفصيل. فاذا هيك اجملنا اللي هو the functions of اللي هو of computer networks protocols.